الأقدار تعبت من الأعذار والباقي في الأقدار وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدأ تحكي صاحب صاحب هالأشعار الليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار ويا بعيد يا بعيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموت عزف على الأوتار والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار في الحياة أسرار وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا نجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وما حرام علي حرام لا تسوي نفسك كده لا تسوي خذ عني خليني وحدي خليني أبوي اللي انت زويته فيني ما حد سواه ما حد حتى حمود وزوينة ما سووا فيني ولا حتى أربع من اللي سواته أنا وما ما كنت أقصد هذه ما كنت انت ما أذيتني انت قتلتني قتلت الأرض وناس والعائلة كلها سكت عني خوص هو أطلع كنت أظن أصوت صح صح انت ما تسويت الصح ربني ما تسويت الأرض ما زرعته والبحر ودرته والأمل والأمل اليوم دفنته يا سالم وشك الناس في موت ناصر صار يقين خبرني متى سويت الصح خبرني أنا أقول لك متى سويت الصح أنا أقول لك يا سالم شليت جناسة أبوك وما شتبه والعيون كلها شامتة وكشفت راس امك قدام الغريب قدام الغريب وفضيعتنا يا سالم انا استعجب ليش ما طحت من عيون نفسك ليش ما حفرت لك حفره ودفنت وجهك فيها ليش يا خساره يا سالم انت كنت في يوم من الايام الامل لكن يا ناس الله حتى الامل يخون البحر اليوم زين اليوم بعنا اليوم زين عم تروح وبينسى اليوم خلاص عزمت يا محبوب اها غير بدل خلاص انا مالي وجه اجلس هنا اخاف تشوفني ام سالم اخاف ما اعرف مو ارد عليها انت كنت عارف يا محبوب ان هذه بتكون نهايتي ومع ذلك انت ساعدت سالم انه يكتب ويكذب على امه وهذه غلطه كبيره يا محبوب انت ارتكبتها كبيره صحيح غلطه الفقير حتى لو كان قصد منها زين ترى تنحسب غلطه الدهر وأنا ما كان قصدي غير إني أوقف ثانوي عند حده أنت توقف أبو مسعد عند حده أنت من؟ ثانوي غلط كثير وعنده الكثير
ويقدر يغطي غلطاته بغوازيه لا ويشتري نفوس الناس، لكن أنا إيش عندي؟ أنا إيش أقدر أسوي؟ ماشي يلا نسير عنك ما لا. سير سير وبمرة مر على سالم وشله معك لأنه ما له مكان معنا. يا رب يا رب دلني بطريق الخير يا رب يا رب، انت العالم بحالي يا رب يا رب، امنحني طريق الخير يا رب يا رب، امنحني رضا الوالدة يا رب يا رب يا رب يا كريم يا الله يا رب، امنحني رضاك ورضا الوالدة يا رب تقبل الله منك يا ولدي، الله يهديك لطريق الخير. تعال يا ولدي بغيناك بكلمة. تعال يا ولدي يا سالم تعال تعال استريح. اسمع يا ولدي يا سالم، احنا ما جايين نعاتبك على اللي سويته، بالرغم من ان اللي سويته لا يرضى به الله ولا رسوله. انت يا ولدي بفعلتك هذه خليت رحمة الله ما تنزل عليك يوم زعلت امك. لكن يا ولدي يا سالم، ربك رحيم تواب. والتوبة ما كلام، التوبة يا ولدي فعل وعمل. خبروني ايش اللي اسويه عشان ترضى عني امي. يا ولدي يا سالم، انا وعمك المعلم حميد فكرنا نشور عليك بشور، وانت عاد فكر بشورنا. قولوا واللي تشوفوه زين، انا مستعد. زين عجب، ذهب عمرك وباكر بإذن الله بتسافر. أسافر؟ إيه نعم تسافر. تسافر تسأل عن أبوك. إيه. وأنا كلمت النوخ ذا زعل بن عبد الله يشلك معه بسفرته. نعم. لكن الوالدة بترضى؟ أنا وعمك عيد بنسير لها وبنقنعها، وأنت ما يهمك شيء أبدا.
تروح ترجع لنا بالسلامة يا ولد عمي، وخلي بالك من نفسك. مسافر؟ انتظرت واجد، والحلم لازم يتحقق. ما اقدر امنعك يا ولدي، رغم اني بفتقدك. انت تعرف يا ولدي انك انت الوحيد اللي تهدني. روح يا ولدي والله يحفظك. معلم حميد، معلم حميد، ايش هذا الكلام؟ حن وين سرنا؟ حن اهلك وناسك يا معلم حميد؟ أنا وأنت يا أخوي يا الله تحسن الختام. بعد عمر طويل إن شاء الله، بعد عمر طويل. مكتوب علينا ندور عن الحلم مرة واحدة في نفس الوقت في نفس المكان. المجهول، البحث عن شيء، البحث عن ناصر. من يعرف؟ يمكن يكون ناصر مجهولي اللي افتقدته هنا. يا ولادي، ترجعوا من غير ناصر؟ او على الاقل ترجعوا بالحقيقه يا سالم. ما قلت لك يا سالم لازم نسعى للحلم حتى نوصل للحقيقه؟ او لناصر. او لناصر. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. عرسك الرحمن يا ولدي سالم، يا عرسك الرحمن. تصير ترجع لنا سالم وغانم ورافع راسك فوق وبياك ناصر. وفواك عليك يا سالم يا ولدي. مو من الام انا، مو من القلب علي انا سالم. لا قلت لك كلمه حلوه ولا شميته على جبينه. عمتي تقدر تلحقيه؟ سيري له، لانه هو اليوم محتاج لك اكثر. اخاف يصير يا بنتي وبعدين يصحف قدامي ويرجع ما يسافر. اخاف. بحفظ الله يا سالم، بحفظ الله يا ولدي، مع السلامه. مينا ورا مينا منشور شراب، مينا ورا مينا منشور شراب، وسفينة ولولو حزين، ولولو حزين، أحزن من ندم أعماقينا، دمع مثل البحر والبحر مرزوز جبل مثل الحزن فينا. مينا ورا مينا، مينا ورا مينا، مينا ورا مينا. Thank you.
تعال 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 يا المعرس تعال. هين كذاك مفتلت هين. كيف الحال؟ كيف صحتك؟ طيب ان شاء الله بخير. الله يسلمك. ها مو اخبار الملكه متى متى؟ تو مالك خالي الله يهديك. تو انت قاعد تسنى على الملكه؟ تو احنا متفقين قدامك ملكه ودخله في يوم واحده. هي بس يا حمود ترى هذا الرجال بلسانين، يوم يقول كذا ويوم يقول كذا. لا خالي سالمين ما تخاف، ما يبون يرجع في كلامه عاد، لا في كلامه ولا في العكس. اي نعم. المهم مبروك وزواج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. لكن انت بلغت الوالده عشان تجي؟ طب الحقيقه خالي أنا الوالدة ما قدرت أفتحها بهذا الموضوع بطل، خاصة لما سافر أخوي سالم مساكينة في البيت لا تحدي ولا تبكي ما تكلم حدا أبي تنحي. زين يا ولدي مو رايك أنت تخبر المعلم حميد والعيد إيه واحد منهم يصير لها يحاول إنه يقنعها ويفاتحها في الموضوع يمكن تقتنع وتجي. إن شاء الله خالي ما يهمك خلق ومسيو على التوالد. يلا في مالله 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 المعرس مالله. أسمي فرحان فرحان حمود. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حمود. هود هود وه البيت أم سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. الله يزيد فضلك يا بنتي. سيري خبري عمتش قولي لها ابو تعيد والمعلم حميد باقي لك في كلمتين. هي سيري. عمتي المعلم حميد وبعيد باقي لك في كلمتين برا. سيري قولي لهم كان جايين في موضوع زواج حمود فخليهم يردوا من حيث جايين لان حشاء ما عندي ولد اسمه حمود. تزوج؟ ايه نعم اتزوج معلم. زين بارك الله فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع اولياء الله اجمعين. ثم إني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون فاشهدوا علي بأني قد زوجت حمود بن ناصر بن سالم هذا بفتنة بنت خلفان بن خميس على حكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حسن العشرة لها وإداء الواجب واللازم إليها وجميل الصحبة عندها ورفع الإساءة عنها وعلى إمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان. عاجل وآجل وقدرهما 50 قرش فالعاجل منهما يؤديه لها أو لمن يقوم مقامها بإذنها ورضاها وإذن وليها ثاني بن مسعد ولد القاعد. والآجل
إنهما حقا مؤجلا دينا منسيا عليه. قول قد قبلت. قد قبلت. فتنة. فتنة. بنت خلفان. بنت خلفان. بن خميس. بن خميس. زوجة لي. زوجة لي. على هذه الشروط. على هذه الشروط. المذكورة. المذكورة. والصداقين. والصداقين. المذكورين. المذكورين. وقبلت لها. وقبلت لها. على نفسي. على نفسي. بجميع ذلك. بجميع ذلك. قول نعم. 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 كونوا عليه من الشاهدين. شهدنا عليه. شهدنا عليه نعم. شهدنا عليه. تعال هنا. تعال هنا. تعال. مبروك. الله يبارك فيكم شباب. مبروك يا حمود يا ولد مبروك. كيف خاتم اليوم في اسبوعين؟ كيف خاتم اليوم في اسبوعين؟ كيف أنيني يهزر ضلوعي؟ كيف أنيني يهزر ضلوعي؟ وقلب الطفل ليش ليش هزر مهداه وغمازي؟ ليش ما يتوصل خده وقلب الطفل؟ ليش يهجر مهداه وغمازي؟ ليش ما يتوسط فده كيف اللولو؟ حتى لو بغى الصاير ينكر عقده. كيف اللولو؟ حتى لو بغى الصاير ينكر عقده. مبروك يا ولدي. مبروك فيك جدي. مبروك يا جدي. حلوه زينه. لا حلوه زينه. طوف 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 يا جماعه. مالك يا فاش؟ مالك مو فيك طلعت من الملكي؟ انت ما عندك خبر يا عمي سالمين؟ انا مو عندي خبر. البوم يا عمي سالمين، البوم اللي سافر فيه سالم ولد اختك تحطم. تحطم وغرق. البوم حطم وغرق؟ نعم، والمشكلة أنه كل اللي فيه ماتوا. ماتوا؟ أنت من هين استعلمت بهذا الخبر؟ أنا توني جاي من الحارة الحدرية، وأول ما استعلمت قلت ماشي إلا أخبرك أول شيء. زين، حد غيرك يعلم عن هذه السالفة في الحارة عنه؟ أبداً، أنا توني جاي وخبرتك أول واحد. اسمعني يا طارش، لا تخبر حد عن هذه السالفة إلي ما يخلص العرس. سمعت مني؟ إن شاء الله. وها حد يستعلم، ترى أنا بقتلك إذا حد عرف. إن شاء الله. سمعت مني؟ يلا أنا بسيرتي وداخل. وها حد يستعلم. إن شاء الله. يلا شيلوا الدسك ذاك من غير هذاك. لا 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 لازم هذاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خال، هذا خال. مالك ذاك الأعثام؟ مالك كلم نفسك حال مو. اسكت يا ولد حلال اسكت. صرت أخبر سالمين أقول له ولد أختك سالم غرق مات. أه؟ سالم مات؟ كيف؟ البوم، البوم يا سويد، البوم اللي شل سالم غرقه. وكيف غرق؟ واجهتهم رياح وأمطار شديدة. وبعدين يقولوا إن الضربة جاي صوبنا هنا. إنزين تقول لي مو قال لك سالمين عادة؟ مو قال لي سالمين بعد. سالمين قال لي يقول لي حد سمع بهالكلام؟ قلت له لا. قال يقول لي زين سكت لا تخبر حد لغايه ما يخلص العرس. لكن انا ما اسكت، لازم اخبر معزه. مو معزه بيفصك سالمين منها بالرقبه ويجيبك العرض. اللي يسويه سويه، لكن انا لازم اخبر. ابوي تعال زين ناكل حلوه. Yeah.
سالم. يا أم سالم. والدي انت رجعت، انت حي. ضحكوا علي، ضحكوا علي، ما سألتهم صوت طبون عرس حمود، بعدهم ضحكوا علي، بعدهم ما غني عم عيوني، صوت طبون حمود خرقت أذوني، وبعدهم بغيام عيوني. سالم ولدي، ما دام انت رجعت يا ولدي لا تسافر مره ثانيه، وابوك، ابوك اذا كان حي بيرجع، بيرجع وحده يا ولدي، لا تسافر. انا خلاص رجعت. هذا صوت ناصر جايني من ورا الزمن، دايما يجيني في الحلم يوم حتى أقله. خلاص يا سالم، خلاص من اليوم رايح إن شاء الله ما بتحلمي أبدا. خلاص أنا رجعت لكم، رجعت لكم، وبكون بقربكم إن شاء الله ومعاكم على طول الزمن بإذن الله. رجعت ناصر، 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 ناصر. ودار ودار سويت قوي جدا، الحمد لله استوحت من الزواج. ناصر